تجرى الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم في الفترة من 14 إلى 17 من ديسمبر القادم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشكلت إدارة المنتدى عدة لجان شبابية لتنظيم هذا الحدث رفيع المستوى الذي يجذب الشباب والزعماء والقادة والشخصيات المؤثرة من مختلف أنحاء العالم. هذا ويشهد منتدى هذا العام مناقشات ثرية حول الشباب والإبداع والتنمية، كما يركز على عدد من القضايا الجديدة والملحة على الأجندة الدولية كالأمن الغذائي وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي.